فعلا هذا القرار اللي خرجت به قبل ما تجي نسمعوه من الحكومه هي جات به اللجنه الصحيه اللي جات بهذا القرار نظرا للامور الصحيه واللي جاء تفضل به السيد رئيس الحكومه في قبه البرلمان وهذا في قرار جميع المغاربه باش ما نكونوش فيه بعض الامور غير واضحه ملي كنجيو نسد مع الثمانيه شي امور احنا امور صحيه هي الاولى ما عندناش المشكل الصحه قبل لا 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 قبل المال قبل اي حاجه الصحه هي كل شيء ولكن هي بعض القرارات اللي فعلا يتفاجئوا بها المغاربه بحال اغلاق المساجد ما فرق ما بين الفجر وما بين صلاة الجمعة ما بين هذه وما بين هذه هذه أمور بعد هذا القرار هذا فيه بعض الأمور اللي ما كانت جل المغاربة ما كانت تدخل لهم في الدماغ التداعي ديال هذا القرار راه واضح واضح على جميع المهنيين جميع القطاعات هو تراكم الديون والفواتير ديال الماء والكهرباء الضرائب هذه مدة ديال غادي داخلين دابا في السنة الثانية هادشي راه ماشي ساهل المهنيين يعانون ويئنون في صمت وراهم صابرين المهني راه كنعرفوا الفئه العريضه في المجتمع المغربي وهما هي اكبر قطاع هو قطاع ديال المهنيين بشتى انواعه هذه فئه كبيره وراها متاثره والفئه اللي ما غاديش ترضى كاين الناس اللي ما كيرضاو ولا يطلبوا ولا الناس سائلين في صمت راه صابره للاسف الشديد لا لجنه اليقظه ولا راه دابا هاد الامور اللي جات بها اللجنه الصحيه حتى لجنه اليقظه انا كتبان لي ماشي لجنه اليقظه يعني هاد الامور وصلت لعظم الناس راه ساكته ماشي لجنه اليقظه خصنا نغيرو التسميه لجنه اليقظه نديرو شي اسم اخر من غير لجنه اليقظه نقول لكم انا نديرو لجنه النوم هادي ماشي لجنه اليقظه والتجاوب الوحيد اللي في نظري انا هو داك خلق الصندوق اللي جا به صاحب الجلاله هو التجاوب الوحيد اللي كيبان لي اللي كيما سد الرمق ديال بعض العائلات وبعض المهنيين وداك 2000 درهم اللي كانت تعطات للناس المصرح بهم وخلاص القطع المهيكل لداك ديك المساعده اللي تعطات لهم ديال 800 درهم و1000 درهم و1000 هذا هما من لحد الساعه ما شفنا حتى من غير هذا هو الامور حنا لحد الان حنا دابا في الايام الاولى رمضان ما شفنا والايام اللي كنعرفوا رمضان بان خصو واحد المصاريف ونهضروا على مثلا الاغلاق المفاجئ اللي الاكبر قطاع متضرر اللي كان من قبل هما القاعات الحفلات ودابا حنا كنشوفوا القطاع ديال المقاهي والمطاعم باش تجي وتغلق هذوك حنا كنعرفوا واحد نقول واحد 60% ولا 70% مصرح بهم ولكن غير مصرح بهم لان الاشكال ديال التصريح باش نكونوا واقعيين نعرفوا علاش الناس ما كتصرحش كاين واحد 30% ما كتصرحش بها حقاش الاشكال عندنا القانون الضريبي في المغرب اللي خصو يتعاد فيه النظر كيجيك شيفر دافير كل مرتبه شيفر دافير اللي اذا الا صرحتي بواحد العدد راه كتخلص عليهم واحد الارقام كبيره شويه في الضمان الاجتماعي اذا بغيت تعرف شيفر دافير خصو يخلص هنا في الضمان الاجتماعي عاود يخلص دار الضريبه تيولي الكاهن ديال المهني مرهق بهذا هذا هو الاسباب وكذلك المهن الاخرى من غير دابا هادشي ديال حنا كنشوفوا الارباب حتى ارباب المقاهي والعمال ديالهم راه العمال دابا راه كاين بعض العمال بحق اللي بحق راكم كنشوفوا التعاطف ديال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع داك النادل فعلا النادل المصرح به راه لحد راه حتى المصرح راه مازال ما توصلش ب 2000 درهم فائده به باش غيعيش هذا الاسبوع الاول رمضان ولا الا كانت غتكون حنا لحد راه ما جايبين حتى شي حاجه ولا غير مصرح به كي غنديروا هذا هنا فين كنتكلموا على لجنه اليقظه ونجيو للصانع التقليدي كاع انا نخرج لقطاعات اخرين للاسف الشديد حنا كنعرفوا جميع الاغلب المهن ديال التجاره ديال الملابس راه كتنتعش في شهر رمضان مع العيد كنشوفوا مساكين اللي كيبيعوا بالغا راه واش كاين دابا شي واحد يشري بالغا ولا غيشري جلابه ولا غيشري راه مشكل هذا دابا داخلين في عامين خصنا نشوفوا انقاذ ما يمكن انقاذه الصلب الاقتصاد الوطني والصلب اي حاجه هنا راه هو داك المهني المغاربه راه تيتفاجئوا كنشوفوا لهاد اللجنه الصحيه ولا راه كتكون تناقضات كبيره
ملي كنجي ولا ما نذكرش انا كتجي لبعض الاماكن اللي كتلقى فيها واحد الازدحام بشكل كبير، ما غنذكرش ما غنفصلش المغاربه راه تيشوفوا، وكنجيو لبعض الاماكن اللي فيها اتساع واللي فيها ونديروا لها الاغلاق ولا نديروا لها هاد الامور. ما نشتري غير واحد الفيديو غير اليوم، داكشي تيأسف في الدار البيضاء وفي الرباط، داكشي ديال ازدحام على النقل ولا على راه كارثي. غنجي انا نقول لا ما هادشي لا زعما في الحقيقه خصنا نديروا مراجعه لهاد القرارات. المهني انا قلت لكم قبيله راه انه في صمت واحد الوقيته راه غادي يولي المهني ما يرضاش يمد يديه ولا ما يرضاش لا 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 المشغل ولا لا لا العامل ولا المشغل، راه ما يرضاوش الناس اللي كتخدم. راه هذه فئه كبيره، اكبر فئه في الوطن راه هما هذه الفئه ديال المهنيين. خلال الحجر الصحي كمهني وككاتب جهوي في الفضاء المغربي المهني كنا كنطالبوا بالاعفاء من الضرائب ديال 2020 2021. للاسف الشديد خلال هذه الفتره عدد من المهنيين اللي توصلوا بالانذارات وهذا ديال جنات اليقظه ولا الناس تيشوفوا الناس كتعيش حاله الطوارئ. احنا في حاله الطوارئ، الناس راه ما خلصهاش عام والزياده ديال الماء والكهرباء وكتوصل بانذارات عبر العون القضائي. وهذاك هذاك هاد الناس ماشي يقظه، هذا كتبان لي انا. هذا هو كنا كنطالبوا بالاعفاء خلال الحجر الصحي. دابا تأزمات الحاله، دابا راه المهنيين كيطالبوا بالدعم، تجاوزوا المرحله ديال الاعفاء ديال الضرائب، دابا غيوصلوا خصهم الدعم لانقاذ ما يمكن انقاذه باش نحافظوا على البلاد ديالنا. والحمد لله حنا عندنا غير على البلاد ديالنا وصابرين، وجميع القرارات اللي كتسميتو كيلتزم بها المهني. وحنا كنشوفوا هذا الشيء دولي زعما ماشي غير محلي، وما غنقارنوش راسنا بدول اخرى اوروبيه ولا حنا باش ما نساوش راسنا اللي عطات تعويضات كبيره وهذه وهذه. حنا غير داك الشيء قدر المستطاع الانسان باش يسد الامور اللي عليه المعيشيه اليوميه والاكليه وغيرها. هذا هو اللي كيبان لي.